الثالث نناقش فيه عودة المدرب خافيير كليمنتي لتدريب المنتخب الليبي. دعونا الآن نستمع لتصريح رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني بعد تقديم كليمنتي رسميا مدربا للمنتخب الليبي. إرضاء للشارع الرياضي وما الحزن اللي في الشارع الرياضي وإخفاق للنتائج السابقة والمشاكل السابقة، حقيقة شكلنا لجنة من المدربين، في اللي رحب بالموضوع وبارك الله فيه، وفي اللي وضعنا أسماء تقريبا حدود 20 مدرب ما باش يستجيب ما باش يجي. كل الكلام هذا موثق ومسجل، وكان عن طريق الزوم حتى اللي من بعيد. قدموا أكثر من مدرب، تقريبا 6 مدربين بالترتيب، كان من بينهم كليمنتي، بعد المدربين الاخرين اولا في اللي وجدناه احنا متعاقد، في اللي طلب مبالغ كبيره جدا جدا، في اللي طلب انه ما يجيش ليبيا، ما يعني مش ماشي حسب الشروط اللي هو يبيهن الشارع الرياضي والجمهور الرياضي والاخوه الناس اللي مختصه. فتم اختيار هذا المدرب لمده سنه كامله، تبدا من مباراه السودان القادمه وثم مباراه كاس العالم، على ضوءه يتم تقييم الاستمرار معه ما بعد السنه، نظرا لعوامل واجدة. أولا أنه هو درب في ليبيا 3 سنوات، يعرف اللاعب الليبي، دخل أفريقيا، هذا الجيل 90% جيله مشى مع ظروفنا كلها، سواء كانت اللي موجودة في ليبيا أو حضورها في ليبيا أو إقامته في ليبيا أو حتى ظروفنا المالية، لأن كنا كلها وعود. إن شاء الله ربي يوفقوا معنا ويكفوا معنا الناس في الدولة، لأن هذا مدرب دولي. خافيير كليمنتي إذن رسميا مدربا للمنتخب الليبي في المرحلة القادمة. أبدأ مع ضيفي أسامة الفزاني اللاعب السابق للمنتخب الليبي. أسامة أرحب بك مرة أخرى، كيف استقبلت شخصيا خبر عودة كليمنتي لتدريب المنتخب الليبي، وهل هو رجل المرحلة الآن؟ أمسية طيبة لك أخي جهاد، وأمسية طيبة يعني لكل السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. طبعا عودة كليمنتي لتدريب المنتخب الليبي طبعا يعتبر هو الأقرب، طرحت أسماء كبيرة جدا، ملفات قدمت إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، زي ما تفضل الكابتن أو رئيس اتحاد الكرة الليبي لكرة القدم، أن صارت حتى اجتماعات على مستوى الزوم، وصارت الاستشارات، كان من بينها هكتور كوبر ودي سابر وعدة مدربين، لكن الاختيار تم على كليمنتي، لأن كليمنتي أول شيء يملك تجربة بالكرة الليبية وعنده معرفة كبيرة باللاعبين الليبيين، ومر بتجربة في 2014 في بطولة الشان، وبصراحة يعني قدم ليبيا بشكل كبير، وليبيا أحرزت أول بطولة لها إفريقيا في بطولة الشان، وعدة عوامل يعني منها ظروف مالية للاتحاد الليبي لكرة القدم. زي ما تعرف أخي جهاد أن كرة القدم مشروع وطني، مشروع بلاد، مشروع دولة، المفروض تكون يعني الدولة يعني مهتمة بالرياضة بشكل أكبر، لكن الظروف اللي مر بها الاتحاد الليبي لكرة القدم ونظرا للتجربة اللي قام بها السيد خافيير كليمنتي في فترة سابقة، رأى اتحاد الكرة الليبي أن كليمنتي هو رجل المرحلة، لأنه هو يعرف اللاعبين، جل اللاعبين المحترفين، وعنده دراية بالكرة الليبية بشكل طيب خاص. هذا جميل، لكن كليمنتي منذ إقالته عام 2016 لم يمارس مهنة التدريب، ويبلغ من العمر الآن 71 عاما، هذه الأمور ألا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار؟ صحيح، شوف في حتى تشاؤم الشارع الليبي، بعض الشارع الرياضي الليبي تكلم على هذه النقطة. أول شيء كيف تمت إقالة كليمنتي من مباراة الكونغو في كنشاسا، يعني قامت إقالته في الطائرة يعني، وكليمنتي قدم شكوى في الاتحاد الليبي نظرا باش ياخذ استحقاقاته. وبعدين كليمنتي اول ما سيب المنتخب الليبي ما عادش درب حتى فريق، يعني احنا نشوفه خافيير كليمنتي كمدرب يعني عنده سمعه ومدرب كبير ومدرب اسباني، لكن كليمنتي من 5 6 أو 6 سنوات لم يمارس التدريب، فهذا ممكن يكون هذا عائق كبير قدام كليمنتي، مع ان كليمنتي اليوم تكلم في المؤتمر الصحفي ان المهمه حتكون صعبه بالنسبه لليبيا في مجموعات كاس العالم، نظرا ليبيا حتلاقي مصر والجابون وانغولا، يعني فرق كبيره في افريقيا، فلهذا هو تكلم على خطوره المرحله. وانا نقول
الاتحاد الليبي لكرة القدم اختيار ربما يكون لأقل أضرار. وانت احنا شاهدنا تصريح رئيس اتحاد الكرة الليبي لكرة القدم حتى التعاقد معاه يعني لمدة سنة، وكأنه يقود هذه المرحلة بخيرها وشرها. نتمنى من الاتحاد الليبي ان يضع خطة وفي المرحلة القادمة ويقوم بمرحلة بناء وتطوير للكرة الليبية اللي تمر بعدة مشاكل وعدة مطبات في الآونة الأخيرة يعني سنة، وممكن إذا نجح مع المنتخب يستمر، وإذا استمر ووصل إلى كأس إفريقيا القادمة سيكون تجاوز 75 عام. محمد، بعد انتهاء أسوأ مشاركة في تاريخ المنتخب الليبي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا، انتصار 1 و5 هزائم، هل كليمنتي هو الرجل المناسب الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اللي حاصل للكرة الليبية، في مثل بيقول الشج أكبر من الرجعة، يعني الموضوع مثل صعيدي هذا شكله، لا مثل عربي معروف. الشج طيب كمل تفضل. بغض النظر عن المثل أصوله، لكن اللي أقصد أقوله أن مشكلة الكرة الليبية من وجهة نظري ليست محصورة فقط في الإطار الفني أو مدرب المنتخب. يمكن أنا تابعت المؤتمر الصحفي للمدرب بالكامل منذ بدايته لنهايته. المدرب واضح أنه عارف كل التفاصيل وعارف كل كبيرة وصغيرة وكل مشاكل الكرة الليبية، كما قيل هذا جيله اللي أنتجه في 2016. نعم، يمكن هو تولى تدريب المنتخب من 2013 ل 2016، كانت حقبة من الحقب الكويسة للكرة للكرة الليبية، وزي ما قال كابتن أسامة البطولة الوحيدة أو البطولة الكبيرة في تاريخ الكرة الليبية كانت بطولة أمم أفريقيا للمحليين في 2014 في وجود الحارس الكبير نشنوش اللي كان سبب رئيسي في البطولة. لكن أرجع وأقول لك أن مشكلة الكرة الليبية يا جهاد مش مقتصرة فقط على المنتخب ولا مقتصرة فقط على المدرب ولا الإطار الفني. مشكلة جميل. الكرة الليبية بتتكلم في 500 نادي، في مشاكل في بطولة الدوري المحلي في ليبيا، في مشاكل كتير جدا وفي أزمات، وزي ما قلت لك عدد الأندية 500 نادي. حتى كليمنتي نفسه تكلم وقال في المؤتمر الصحفي أنا عارف أن الأندية بتعاني معاناة مادية، يمكن في نادي عشان يتحرك ويروح من مدينة لمدينة مثلا من بنغازي لطرابلس ما بيكونش عنده الإمكانيات المادية، عشان السفر في مدن ما بينها وبين بعض في ليبيا أكتر من 700 كيلومتر، فالموضوع مكلف، الموضوع في الناحية المادية الأندية بتعاني اقتصاديا بشكل كبير. فالغرض اللي أنا بقوله من الكلام ده أن لازم الصبر، ان الناس في ليبيا والجمهور ما ينظرش ان دي فقط مجرد مرحله، ولا اتحاد الكره ان مجرد فقط مسكنات. لماذا عينوا الاتحاد فقط لمده عام؟ لان يمكن ما عندوش ثقه فيه. والله مش موضوع ثقه، لان لو ما عندوش ثقه بعد اللي حصل في التجربه اللي فاتت في 2016 لما تقيل مدرب وهو في الطائره راجع من الكونغو بغض النظر عن الخساره الكبيره بالاربعه، لكن طريقه التعامل كانت طريقه سيئه جدا مع المدرب، ووصل الامر لحد الشكوى للفيفا. لكن اعتقد انها بدايه صفحه جديده، وهو جاي لمده سنه عشان نشوف الجو الاول هيكون ازاي، الوضع العام، وبعد كده نقدر نكمل. لكن انا الا اتمنى ان يكون في خطه موضوعه وبناء لقاعده في السنين اللي جايه، ان مدرب صاحب خبره. في مساله مهمه جدا، عوائق ستواجه هذا المدرب هو عارف، لكن أليس الوضع الآن أفضل من وضع ليبيا في حقبة الأولى ومع ذلك تمكن من التتويج بكأس أفريقيا المحليين؟ والله هو الوضع، أنا شايف الوضع كمان في الظروف دي أصعب، الأندية في صراعات، يعني ليبيا كانت تلعب خارج أرضها، الدوري كان متوقف، لا في صراعات دلوقتي، في صراعات كبيره جدا، مش كل الناس متقبله اتحاد الكره اللي موجود. حتى كمان من بعد ما تم الاعلان عن تولي كليمنتي بدا الهجوم من لاعبين سابقين ومدربين سابقين، وفتحوا النار على الشلماني وعلى اتحاد الكره الليبي ان ازاي تجيبوا المدرب ده مره ثانيه، وهو مدرب فشل في الوصول بينا لكاس العالم، مدرب ما حققش الطموحات بغض النظر عن بطوله واحده. لكن اللي انا عايز اوصله واللي عايز اقوله يا جهاد ان لازم يكون في صبر، لازم يكون في تعامل، ان ليبيا هتدخل مجموعتها في تصفيات كاس العالم، ليبيا مش هتوصل كاس عالم بسهوله، لو لان المجموعه بتاعتها صعبه، محتاجين وقت، لسه زي ما انت بتقول راجعين يلعبوا على ملعبهم تاني. كنا حتى متاملين ان المنتخب يتاهل لنهايه كاس الامم الافريقيه، لكن جاءت خسارته من تونس في ليبيا وقضت على الحلم ده. فالموضوع محتاج وقت، محتاج شغل، المدرب يبدا يضع خطه، الانديه تتكاتف مع بعض مع اتحاد الكره الحالي، حتى لو كان في خلافات يجب تنحيه الخلافات جانبا، لان ليبيا عندها مواهب بس محتاج
الموضوع ويكون في كمان دعم من الدولة، لأن الحقيقة الفترة اللي فاتت ما كانش في دعم خالص من الناحية المادية لا للمنتخب ولا للأندية. فده لو كان موجود، لو يبقى موجود هيسهل شوية من الأمور وتبدأ ترجع الكورة لملعبها الصحيح أو لإطارها الصحيح.